اهلا وسهلا، كيف نتوما؟ مزيانين، اموركم طيبه، كل شيء بخير. كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. اجوردي غادي نحاول ما امكن انني نبارطاجي معكم طريقه تحضير شوربه الجمبا. صراحه كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. الى عجبتكم او ما عجبتكمش ما تنساوش انكم تخليوا لي التعليقات اسفل هذا الفيديو. قبل ما نبداو، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات باشكم صاملين ننزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. بالنسبه للمقادير ديال الشوربه، غادي نحتاجو 4 كيلو ديال الجمبا، واحد مطيشه، نص ديال البصله، القزبر، 4 دروس ديال الثوم. بالنسبه للبهارات، الملحه، الابزار، الكمون والفلفله الحمراء، زيت المائده والماء، عينكم ميزانكم. والان غادي ندوز باش غادي نقطع الخبيزات ديالي كيف ما كتشوفوا في الصوره على شكل دوائر. هنايا لكم الاختيار الا بغيتوا تسخنوا الخبيزه ولا ما تسخنوهاش، حيت كاينين الناس اللي كيبغيو هذا النوع ديال الخبيزات مدهونين اولا معمرين، يجيو لهم هيداك في التقيمه مقرمشين او مقرملين. انا الصراحه ما سخنتهمش، خليتهم هيداك باردين ودهنتهم مباشره بالصلصه الجزائريه او سكون ابل اون فرونسي لا صوص الجيريان.
النهائي ديال هاد لا فيديو، كنتمنى انها تكون عجبتكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي، زينته من الفوق بشويش ديال القزبر ورافقته مع الخبيزات مدهونين بلاصوص الجيريان، شويش ديال التسميرات مع الكويس ديال الماء. نتلاقيكم باذن الله تعالى في فيديو قادم. صيام مقبول، فطور شهي. السلام عليكم.